حقيقة الأمر أن العودة إلى المفاوضات بعد أن أشبعنا أبو مازن بشروطه بضرورة وقف الاستيطان، قد ذهبت بلوش بالفلاح دون مقابل حتى دون العسر. أطالب بوقف الاستيطان بشكل كامل، وأطالب بالموافقة على مرجعية المفاوضات على أساس حدود 67. لو تحقق هذان الشرطان المفروض ان نكون من المنفاوض. قلت اكثر من مره ان نتنياهو يملك المفتاح للمفاوضات المباشره. اذا ما اختار ان يستمر في الاستيطان يكون قد اغلق الابواب امام المفاوضات، يكون قد اوقف المفاوضات هو. الفلسطينية تحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن تعطيل المفاوضات والعملية السياسية وعن إحباط الجهود السياسية للإدارة الأمريكية واللجنة الرباعية الدولية والمجتمع الدولي بأسره. نحن أكدنا للجميع أننا نريد أن نصل إلى حقوقنا بالطرق السلمية بالمفاوضات، ولكن ليس أي مفاوضات. لن نقبل إلا أن تكون الشرعية أرضية وأن يوقف الاستيطان بشكل كامل. اختارت الحكومة الإسرائيلية الاستمرار في التوسع الاستيطاني وخلق الأمر الواقع على الأرض، فإننا سنلجأ إلى اتباع جميع الوسائل المتاحة لنا، بما في ذلك التوجه للمؤسسات الدولية. لقد قرروا بشجاعة أنه من أجل أن يعيش الفلسطينيون والإسرائيليون بأمن وسلام جنبا إلى جنب ينبغي الجلوس إلى طاولة واحدة وإجراء محادثات مباشرة. ذلك مباشرة الأمريكان قالوا نحن نريد أن نعود للمفاوضات. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، تفضل. وفعلا اتفقنا. هون نقطة بحب أوضحها، إن احنا اتفقنا على المفاوضات أساسها حدود 67. لكن في قضية تانية في لبس في 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 تناولها، وهي إنه نحن نذهب أو لا نذهب للمنظمات الدولية لنطلب عضويتها، وهي 63 منظمة ومعاهدة واتفاق وغيره. فأنا بقول لا، ما في مانع عندي الآن إني أجمد الذهاب للأمم المتحدة، لمنظمات الأمم المتحدة. تم تأجيله لتسعة أشهر، تأجيل وتجميد مقابل أن يخرج الأسرى اللي ما قبل أوسلو. النقطة الثانية هي متعلقة بالأسرى، الإفراج عن الأسرى وهو مطلب وطني دائم للسلطة الفلسطينية، والسلطة أفرجت عن آلاف في السابق، وأيضا حماس نجحت في الإفراج عن عدد لا بأس به كبير من حيث شكل ومدة الأحكام. أن يقايضوا الأسرى في هذه المرة بأن لا يذهب أبو مازن إلى المنظمات الدولية يرفع قضايا ضد الاحتلال الإسرائيلي، أنا أعتبر أن هذا خطأ سياسي كبير، لأن الإفراج عن الأسرى هو مطلب وواجب على السلطة الفلسطينية دائم، لا يقايض بقضايا من هذا النوع سياسية، وإلا لقايضنا الأرض بالأسرى وانتهى الأمر على أهمية وقدسية الأسرى. أن يقول كيري
أن أبو مازن تفهم الوضع السياسي الداخلي لنتنياهو في الحكومة الإسرائيلية التي ربما تسقط لو وقف الاستيطان فوافق، هذه كارثة وطنية. هذه قضايا خطيرة لا تحتمل التأويل والتأجيل والتلون وإنني والطريقة الفلسطينية التي يعني تعودنا على سماعها. الذين يشيعون بأننا عقدنا هذه الصفقة مقابل وقف الاستيطان خزئوا، الاستيطان باطل وباطل وباطل. نتنياهو وبسبب الخلافات داخل الحكومة وداخل الليكود يخلي سبيل أسرى ومن ثم يصفع الفلسطينيين استيطانا، وإن كان أبلغ الأمريكيين مسبقا بذلك. تبدو الخطوة منسقة مع الأمريكيين إما بموافقتهم أو بالتزام مستنط حيالها. حكومة نتنياهو تريد إرضاء اليمين ببناء آلاف الوحدات الاستيطانية، وهذا الثمن لإطلاق سراح المخربين. 1500 وحدة استيطانية ستبنيها إسرائيل في مستوطنة رامات شلومو، وهو مشروع كان محل خلاف مع الإدارة الأمريكية في السابق، إلى جانب إنشاء حديقة عامة على منحدرات جبل الزيتون ودعم مشروع إقامة متحف للآثار بمحاذاة الحائط الجنوبي للمسجد الأقصى. يعطى بضحكي هالشغلة بس لا تزعل مني، انا متأكد انه وراء هالتقسيم هذا اسرائيل. وش اسرائيل يا جمال بير طس اسرائيل؟ والله اسرائيل ما هي ماينة على حالها تبني غرفة متر في مترين في الضفة الغربية. ايش بتخبص يا عطم، هي بلعت كل اراضي فلسطين، هي مستوطنات في القدس في الخليل في نابلس في كل مكان يا رجل. يا جمال بتفكروا الدنيا داشرة؟ ما العرب والسلطة الفلسطينية، السلطة الفلسطينية قاعدين لهم على رتب ونص، قالوا لهم ابنوا مستوطنات، ابنوا يا شفلي، بس والله العظيم ما تفرحوا بطراشتهم. هم لالي. بينه وبينك اسرائيل اكلتها، هالشي اسرائيل محاصرة طراشيا. يا ما شاء الله. والله ما بتلقى عندهم سطل الأملشي. والله. بعدين يا جماعة مشوار المستوطنات تشبر الموضوع يا جماعة تشبر الموضوع على الفاضي، الجماعة بنوا غرفتين في القدس الغربية. وبنوا غرفة مع مطبخ بالقدس الشرقية وفتحوا على بعض بس.